شقيق دينا حايك يعلن تفاصيل جديدة عن وضعها الصحي ويوجه رسالة مؤثرة إلى الجمهور أبكت الجميع. شغلت الفنانة اللبنانية دينا حايك المحبين وأقلقت المتابعين خلال الأيام الماضية بعدما أعلنت عن إصابتها بالسرطان وانتشار صورة لها من داخل المستشفى. في هذا السياق تحدث داني حايك مدير أعمال وشقيق الفنانة اللبنانية دينا حايك عن وضعها الصحي، وذلك بعد إعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي. أنا كنت انتشر وكان صار بمرحلة. الحمد لله رب العالمين، حالياً وضعها الصحي أفضل، مضيفاً تتلقى العلاج اللازم خلال الفترة الحالية وذلك كل أسبوع داخل المستشفى وتثابر عليه، ونتمنى لها الشفاء العاجل، وختم بالقول نتوكل على الله وحده ويا رب الشفاء العاجل لها. باسمي واسم دينا نتوجه لكل الجمهور وكل من سأل عنها ودعا لها ودعمها بخالص الشكر. بشتقلك وانت حدي بالي بس بعيد. وكان قد تصدر اسم الفنانة اللبنانية دينا حايك في الأيام القليلة الماضية حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت عن إصابتها بمرض سرطان الثدي، وعلى هامش مشاركتها في ندوة تحت عنوان الكشف المبكر عن سرطان الثدي في بيروت، كشفت دينا حايك لموقع فوشيا تفاصيل جديدة عن مرضها وعن رحلة العلاج الصعبة التي تخوضها، إذ قالت إنها ليست بالدرجة الثالثة من المرض، إنما نوع السرطان المصاب به قاس وخبيث أكثر من غيره، لافتة إلى أنها بدأت بالعلاج الكيميائي وستخوض فترة علاج صعبة. أنا نوع الكانسر اللي عندي هو أجريسيف أو مثل ما بيقولوا شوي. وتحدثت دينا حايك عن اكتشاف إصابتها بالمرض قائلة: كتير صعب تكتشفي عندك سرطان، هالكلمة كبيرة وقاسية كتير، والمريض اللي بيصير معه هالشي بتروح أفكاره لكتير إشياء، لأنه كلنا منعرف العلاجات الكيميائية قدي صعبة وبتأثر على الصحة والجسم والنفسية، بس المهم نقبل، وأنا قبلت باللي كتبه ربي ووثقت بالحكماء اللي واقفين حدي، والمرحلة رح تكون صعبة علي بس بإذن الله رح تقطع بسلام.